بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ المحاضرة الثانية، وإيه هي الأهداف من المحاضرة ديت؟ احنا بنتكلم على ArcGIS Web Adapters، ArcGIS for Server Enterprise Database، ArcGIS Data Store، Publishing Workflow for GIS Services، Authoring Maps for ArcGIS Server، Web Mapping Terminology، Publishing GIS Resources، Publishing a Map Service Workflow. ايه التايبس اوف ويب سيرفيسز؟ شير يوز جي اس سيرفيس، ازاي اعمل شيرنج للجي اس سيرفيس بتاعتي؟ البورتال فور ارك جي اس، داتا كونتنت ان ا ويب ماب، وهندخل في العمل بتاعنا ارك جي اس اونلاين. ايه هو الارك جي اس اونلاين؟ ازاي اعمل اكونت على الارك جي اس اونلاين؟ ازاي اعمل على الارك جي اس اونلاين اعمل ادنج لشيب فايل؟ ازاي اعمل على الارك جي اس اونلاين ليجند واستخدم التيبل او اظهر التيبل بتاعي؟ ArcGIS Web Adapter enable ArcGIS server to work with three-party web server. For example, Microsoft IIS IBM Web Sphere. دي الانواع الانترنت اكسبلورر بتاعي بيستخدمها. Leverage web server features enables web functions. Provide more flexibility to control site access conceptually, like server proxy, optional ArcGIS server, and separate software install. ArcGIS for server enterprise use database central data. ازاي بستخدم central data والspecial data مع ArcGIS server. Enables geodatabase data modeling, terminology أو topology, geometric network, network data set, mosaic data set. The functionality includes versions, version editing, geodatabase replication and archiving, supported database management system like IBA. اللي بيستخدم ArcGIS server ممكن يكونكت مع database 2, Informix, Oracle, بوست سيكوال اند سيكوال سيرفر، وي كرييت وذ جيو بروسيسنج تول. ارك جي اس داتا ستور ديسبلايد وذ بورتال اوف ارك جي اس انيبلز سكيلابل اند هوستد فيتشر سيرفيسز اند 3 دي سين سيرفيسز. وهناخد ان شاء الله في الشغل يمكن في اخر محاضره ازاي اظهر ال 3 دي سين. Highly available automatic backup and restore and recovery. يعني في الـ ArcGIS server في عندي automatic backup and recovery. Component for ArcGIS for server separate software installation. إذا يعني بنتكلم إن في كل extension أنا بضطر إن أنا بعمل له installation لوحده على الكمبيوتر أو على السيرفر بتاعي. Publishing workflow for GIS services. السلايد دي بتورينا ايه هي الورك فلو بتاعت البابلشنج بتاعي. الاوثر اللي هو احنا اللي احنا بنحضر الداتا بتاعتنا ونظبط السيرفيس بتاعتنا، بعد ما بنظبطها ونعمل بابلشنج ليها، وبعد ما بنعمل بابلش بنعمل شير ليوزرز معينه. Create professional looking maps for the web. Authoring maps for ArcGIS server. ArcMap powerful cartographic capabilities. طبعا في امكانيات في الكارتوغرافي عاليه جدا. بنتكلم على ان الماب authoring user experience. Follow best practice for optimal maps. دي احد الاكزامبلز بتاعت المخرجات بتاعتي في ArcMap. وازاي هعمل publishing للارك ماب كسيرفيس. Publishing GIS resources. Share as service wizard. Publish GIS service. Create service definition file. اذا انا عندي في هنا اهوت ان انا ممكن اعمل publish للسيرفيس او publish للسيرفيس definition file. ده الاوثر والاناليسز. اذا الاوثر بيعمل الاناليسز بتاعته
ويعمل السيرفيس بيكرييت السيرفيس ويطلع جاي السيرفيس او سيرفيس ديفينيشن فايل. السيرفيس اديتور ديفاين جاي اس سيرفيس بروبرتيز. ازاي؟ دي احد الشاشات اللي انا بعمل فيها ديفينيشن للسيرفيس بتاعتي. اناليز ماب فور اوبتمايزيشن، ازاي اعمل فيكس الايرورز، يعني بعد ما بعمل السيرفيس بتاعتي بيطلع لي ليست اوف ايرورز، ازاي اعمل فيكس الايرورز ديت. جاي اس سيرفيس، يبقى انا ممكن اعمل ببلش للجاي اس سيرفيس او ببلش للجي اللي سيرفيس ديفينيشن فايل، ودي برضك هنشوفها عملي الفرق بين الاثنين. اذا الاوثر والاناليسز وجاي اس سيرفيس وسيرفيس ديفينيشن فايل. ماب سيرفيس بروبلي موست كومن ويب سيرفيس ببلشد تو تايبس، يا اما كاشد اور دايناميك. هنتكلم في السلايدز بعد كده ان الكاشد والدايناميك الفرق بينهم. الكاشد دي بستخدمها للتايلز بتاع الايمجز، اما الدايناميك اللي هي دايما بتتغير دي بستخدمها في الفيكتور. ادي الكاشد ماب سيرفيس بري ريندر داتا يوز داتا داز نوت تشينج فريكوينتلي، دي بستخدمها للداتا اللي ما بتتغيرش كتير وتيبيكالي راستر داتا. هنا بنشوف على الاركش سيرفر الماب كرييشن والبابليشنج بتاعها والبري كرييتد ايمج فايل ريز. ده ثواني ان انا بعمل ايه تايلز للايمجز، ان انا بجزأ الايمج دي لاجزاء بحيث ان هي تبقى سريعه في الديسبلاي رننج ديسبلاي بتاعي. اما الدايناميك ماب سيرفيس دي ماب سيرفيس داتا كونتنت ان از جنريتد اون ذا فلاي، يعني انا وانا شغال وانا بعمل ديسبلاي لجزء من الخريطه بتاعتي او الماب بتاعتي بيعمل ريديسبلاي ليها، وعشان كده بيستخدم الدايناميك ماب سيرفيس. واليوزد فور داتا ذات تشينجبل ابلودد فريكوينتلي، ودي بنستخدمها دايما طبعا مع الفيكتور داتا. ArcGIS server و client request، ده هنا هوت لما ال client application بيبعت request، دي الفرق بين ان يعني هو بياخد ال process time بتاعه بياخده شكله ايه. okay. other types of web services. Many JIS resources can be shared JIS web service. فممكن يكون عندي map service, feature service, network, geo database, geo processing, locator, image, schematic service. Common web workflow feature services. في عندي ويب اديتنج، ودي برضك هنشوفها عملي ازاي بعمل اديتنج خلال الارك جي اس اونلاين. جيو بروسيسنج سيرفيسز شير سبيشال اناليسيز تولز، ازاي اعمل شيرنج للسبيشال اناليسيز تولز اند موديلز وكاستم لاي اوتس، اللوكيتور سيرفيسز وجيو كودنج. شير جي اس سيرفيسز ريجستر جي اس سيرفيسز in a portal او RGS online portal services in web map maps in everywhere we directly consortium consume JIS service in a client applications. دي بعض ال ArcGIS online portal for ArcGIS و ال client applications. ال portal for ArcGIS include with ArcGIS for server, standard and advanced editions, central hub for your JIS assets, search and discovery, simple mapping, collaborations. Solution instead of ArcGIS online, additional security,
no public cloud options. What is a map? A web map. Functions for your map and maps and applications enables intelligent maps. Web map stores reference to web service and data display and behavior setting. Support smart mapping, pop-ups, editing, analysis. إذا ممكن الـ RGS أونلاين إن أنا بعمل سمارت مابينج، ممكن أعمل بوب أبس زي الـ Identify كده، إزاي أعمل editing على الماب والـ Analysis، create RGS أونلاين portal for RGS map viewer can be integrated by all other Esri applications. Data concept contents in a web map. البيز ماب بتاعتي يبقى انا عندي بيبقى فيه اللايرز او المابس اللي عندي على الار جي اس اونلاين. في عندي بيز ماب، دي البيز ماب الاساسيه بتاعتي، وهنشوف في السلايد اللي بعد كده في عندي حاجه اسمها الاوبريشنال لاير، دي اللي انا اللي اليوزر بيستخدمها كتير وهو ده اللي بيعمل عليها اديتنج واوبريشنز بتاعته. كلاينتس تو ويب مابس، دي الكلاينتس ويب مابس عندي في الاركي ماب، عندي جي اس سيرفر، ارك جي اس اونلاين بورتال، بروفيشنال اوبريشنز داشبورد ارك جي اس، وده ان شاء الله هنستعرض الاشياء اللي احنا اتكلمنا عنها دي، سواء ايه هي السيرفيسز المختلفه، ازاي اعمل سيرفيس فايل، ازاي اعمل ديفينيشن للسيرفيس، ازاي ابلش السيرفيس دي.